السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا عندي قناعة أنا ماشية بيها في حياتي في بيتي، اللي هو خليكي دايما في المنطقة الآمنة، يعني خليكي بعيد في منأى عن أي شوشرة، أي حاجة ممكن تسبب لك أنت وجوزك مشاكل أو توتر أو مشاحنات أو لعبكة. خديه وخدي بيتك على جنب. الحين بستغرب جدا لما الاقي واحده تقول ده اصل انا جوزي خيرني ما بيني وما بين ما بينه وما بين صاحبتي، جوزي خيرني ما بين الشغل وما بينه، جوزي خيرني ما بين ان اروح عند فلانه وما بين، اصلا ده مش وارد، مفيش حاجه اسمها خيرني، مفيش حاجه اسمها ان جوزي يكون او بيتي، مش هقول جوزي بقى، بيتي يكون في كفه وحاجه تانية في كفه، لا انا بيتي دي حاجه مقدسه، انت مش عايزني اعمل الحاجه الفلانيه التانية دي خلاص براحتك، طب ايه الاسباب مش عايزني اعملها ليه؟ حته ان انا ادخل في جدال وادخل في مشاحنات وادخل في خناق ونكد وقرف وكل واحد ياخد جنب ويقعد لوحده وياكل لوحده وينام لوحده والكلام ده علشان مساله، علشان وجهه نظر، علشان حاجه عايز نعملها وانا مش عايزه، انا مش حاسه ان هي ورده. يعني ليه نوصل الموضوع لكده؟ ليه نوصل الموضوع ان احنا يبقى في بينا انت في اوضه وانا في اوضه؟ اصلا اولا ده مش صح. لو قاتلين بعض، لو هو قاتلك كده بسكينه اخر اليوم لازم تنامي جنبه. لو انتوا عاملين اللي مع بعض مش طايقين بعض، ما ينفعش هو ينام في اوضه وانت تنامي في اوضه. زمان كانت امهاتنا وجداتنا كانوا يقولوا جوزك على ما تعوديه، اتعود زابد عنك يا بنت الناس مش هتفرقي معاه، هتروحي مش هيسال عليكي، هتباتي بره مش هيقول هي فين، هتقعدي في اوضه لوحدك مش هيسال كلتي ما كلتيش، نايمه صاحيه ميته مش عارفه، ما فيش هيسال، ما فيش حاجه زي كده خالص. فلازم يكون انت عارفه ان في حدود ما بينكم ما تتخطوهاش. طب ولو تخطيتوها؟ لا معلش ده موقف وظرف وهنرجع زي الاول. يعني زي ما احنا زي ما انا قلت لكم دلوقتي مفيش حاجه اسمها ان انا بات في اوضه وهو في اوضه. بعرف ان اللي انتوا بتتفقوا عليه من اول يوم جواز بتمشوا عليه لغايه اخر العمر. والله اتعودتي تصحي من النوم تحضري له الفطار لغايه لما تموتي هتفضلي تحضري له الفطار. اتعودتي وانت نازله تاخدي مصروفك منه لغايه لما تموتي هتاخدي مصروفك منه. اتعودتي لما تتخانقي معاه تزعلي تغضبي هتبقى ده هيبقى هو السائد عندك، وعمره في حياته ما هيعبرك ولا عمره في حياته هيروح يجيبك من عند اهلك. هي مره اتنين تلاته وخلاص. هو يعني تفتكروا كده لما الراجل مراته بتسيب البيت ايه اللي بيخس عليه؟ الاكل؟ مفيش اكتر من الدليفري بره. المصاريف بتقل، رايح فين وجاي منين ما بيسمعهاش، هات عشا وانت جاي مش موجوده، هنعمل غدا النهارده وهات طماطم وخيار وبصل ومش عارفه ايه، مصاريفه اتشالت من على كتافه، الواد تعبان والبت لو في عيال عايزين نروح الدكتور مش سائل. فانت بتسيبي البيت ليه؟ بتعاقبي نفسك؟ بتعاقبي نفسك وتفتحي له مجال، يلا حبيبي انا رايحه عند بابا ولا ماما اعمل اللي انت عايزه، انا مش هعمل حاجه، انا اتشلت من على كتافك اعمل اللي انت عايزه. ده غلط. لو مش هنقول ان احنا بنقعد علشان العشره والموده والحب والطمانينه وان احنا ما ينفعش ان نسيب بيتنا وان الشرع بيقول ان هو اللي يمشي مش انت وكل ده، فانت بتقعدي علشان دي مسؤوليته هو، علشان في عيل هو مسؤول عنه، عشان في بيت ومصاريف ودكاترة ومشاوير وحاجات هو لازم يدفعها، ما ينفعش ان انت تخليه يشيل ايده من كل حاجة. اصل انا غضبانة رايحة غضبانة عند بابي، طب ما تغضبي، هو هيعوز منك ايه؟ ما تسيب البيت يا حبيبتي، هو هيبصلك تاني؟ ما براحتك، يومين تلاتة على البيت هيوحشك هتتصلي بيه تعالى خدني، تمام دي حاجة كويسة جدا، بعد كده مش هيعبرك، بعد كده مش هيقول انت خرجتي ولا ما خرجتيش، مش هتفرقي معاه. فلازم تعرفي. طيب وهو في وقت ان انا ينفع اسيب في البيت؟ تسيب البيت لما تكوني مش ناويه ترجعي له تاني، تسيب البيت لما تكوني قرفتي وزهقتي وطهقتي والبيت ده مش هتعتبي تاني وقلتي انا مش عايزاه خلاص، رمياه وراميه كل حاجه فيه، غرفه 60 داهيه. طول ما انت لسه جواكي شويه حاجات مرتبطه بزوجك او بالبيت اوعي تسيبيه، لانك لو اتعودتي تسيبيه انت نفسك مش هتفرقي معاه وهو مش هيفرق معاكي، فانت كده بتقطعي خيوط كتير ما بينكم. دي نقطه. يعني أي نقطة من ضمن النقط لما قلت خليكي في المكان الآمن، خلي علاقتك بزوجك في مكان آمن.
يعني مثلا ايه اللي يخليكي تسيبي بيتك وابوكي وامك وحياتك علشان تروحي مع واحد تتوتري معاه نفسيا، او حياتكو تبقى متوترة، متوترة عشان شغله انت ما بتحبهوش، متوترة علشان عندك جارة كل شوية تدخل عندك وتبقى لبسها ملفت ومش حلو، فانت مش قادرة تقولي لها ما تجيش عشان مكسوفة. نعم، ايه ده؟ مش فاهمة. لو معرفتيش تعملي حدود وسور على بيتك وعلى زوجك يبقى انت مش عارفة تديري حياتك. لو معرفتيش تعملي كنترول على زوجك يبقى انت مش عارفة تديري حياتك. في ناس كتير بيقولوا ايه ده، واحنا نعمل كنترول ازاي، احنا ما بنعرفش نتصرف. محدش قالك تتصرفي معاه وتروحي تراقبيه ولا تاخدي تليفونه ولا تعملي وتاخدي الباسورد بتاعه والكلام ده خالص. بس الراجل دايما لازم يحس ان وراه زوجة، وراه واحدة مش هتقبل بأي غلط، وراه واحدة هتسأله انت رايح فين وجاي منين ماشي، لكن مش هتتطفلي. يعني هو ده مش تطفل، يعني مش هقولك انت هتمشي وراها تراقبيه، بس انت عارفه هو رايح فين، انت عارفه هو بيعمل ايه، انت عارفه هو مع مين. انت مش مشغله له كاميرات في كل حته، بس هو عارف ان انت هتسالي، وعارف ان انت هتهتمي، وعارف ان انت عايزه تعرفي هو بيعمل ايه، فبالتالي هيقول. فبالتالي الكذاب بيتعرف، فمش عايز مشاكل. مش كلهم الا من رحم ربي، يعني مش كتير على فكره، مش كتير رجاله مطيعه، مش كتير رجالة ممكن تريحك وتريح نفسيتك. نرجع لمرجوعنا، مفيش حاجة اسمها ان في شخص يدخل حياتي وانا مش عايزة يدخل. حياتي دي بتاعتي، بتاعتي انا وزوجي. ما ينفعش شخص يدخل دخيل علينا ولاقي الدنيا بتبوظ من حواليا. يعني ما ينفعش يكون عندي جارة، جارتي دي لبسها مش كويس، وانا واحدة والله ما بحبش كده، ما بغيرش، انا ما بحبش جوزي اصلا، بس ما بحبش كده، وانا عشان بتحرج يا عيني، فلما جارتي تدخل عندي البيت فتكسف بقى واخليها تقعد عادي، وزوجي ممكن تعدي قدامه ويعدي قدامها. عادي، ما هو عادي بقى جارتي، انا هقول لها ايه؟ لا، تقول لها اطلعي بره، تقول لها ما تجيش عندي تاني. مش بالطريقه، بالمعامله. مش عايزه يبقى يكون في اختلاط. مش جارتي بس، اي حد يدخل محيط حياتك تحس انه هيخرب حياتك او هيوترك نفسيا او هيحسسك ان انت مش في مأمن مع زوجك، افصلي عن حياتك خالص. هيتقال عليك ايه ده، انت غيوره؟ طب ما انا غيوره، بغير على جوزي، او بغير على جوزي. إيه، انت ما عندكش ثقه نفسك؟ مش بتاعتك، دي بتاعتي انا، ثقتي بتاعتي انا، عندي ما عنديش، هشتري هستورد، انت مالك ولا انت مالك؟ يعني عايزين مرتضى منصور يرد عليكم، انتوا مالكوا؟ دي حياتي ودي شخصيتي وده بيتي، احافظ عليه بالطريقه اللي انا افهمها واعرفها، واحافظ على بيتي بالطريقه اللي انا عايزاها. مفيش حد هيجي يطبطب عليكي لو بيتك اتخرب، مفيش حد هيجي يطبطب عليكي لو حسيتي في يوم ان انتي قصرتي في بيتك.